راسي ممكن اعرف ايش تقصدين بهالحكي. تبي تشوف كبيري صح؟ يا بنتك يه 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 شو الشيء الزين طلعتي بنتي هينه شا الاحمر والورد انا ما اقدر ترى على كذي كل هذا انت مسويته حقي؟ ايه شاطره صح وايد شاطره بالاجواء الرومانسيه بس كنت شي ابي فرصه كل شيء قوي ونار الوان الورد مع الروب تخلي الواحد يغيب انا وايد شاطره بس كنت محتاجه الفرصه حبيبي شنو تبي تسمع احط لك صوت الندى ولا صوت الرعد ولا صوت البرق حبيبتي شفيك لازم تخورينا شكو برق ورعد حطي لي شيء رومانسي حطي لي اغنيه اي شيء شنو دوك 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 بل هذا كنا زفر مر ليش انا اللي طبختي لك بيدي الثنتين لا عشان تبيعي طعمه غريب ولذيذ تعال اشبعك حب اشبعك دلال ايوه تعال يا من الحلال بس لك نطي مجال تعال ويع 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 شنو هذا شنو رقه هل قلة الأدب تعالي بنتي حبيبتي سلمي على عمك عمي والله يخسي خست خصين فيها قصبا عليش تقولي لي عمي أنا رأي لأمك أنت ما تحترم نفسك لا أنظف الأرض بويهك الحين لا 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 لحظة 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 رقة بنتي أعرفها تسويها لا تحاتي لا تحاتي أنا خاشتك أنت وراي أي وراك أنت مو بغطي حتى خصري وبعدين شرب بيتيها قبل الزواج لا هي متربية بس عطها مجال تبي فرصة بس بعد ما ادري شنو كبيرها شنو كبيرك انت يعني تبي تشوف كبيري صح يا بنتي الو بسم الله شفيك شنو؟ مات؟ حسبي الله ونعم الوكيل في شفية سويتي برأيني ما خليتيني أتهنى ليت ميت عشان أنسجن وقتك منكم إش فيكم الصايرش هالصيحة؟ لحقي يا أمينة لحقي بنتي بغت تذبح رأيلي أمينة شوفي سوت فيني يا أمينة دم دم؟ فيك شيء أوديك الطبيب؟ إيه وديني الطبيب خلي أطلع تقرير طبي وأوديها بداهية أنا أول يوم زواجي أمينة يصير فيني كذي والله لو وصلها حتى حق حقوق الإنسان يما والله إنك تكسرين الخاطر عيلة تصومين تصومين تفطرين على بعير ها وانتي تخلينها تروح كذي أنا بعير شنو هي لاقي حي طلب وياها روحي قولي حق بنتك شي لحظة 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 خلنا فهمك أنا ما علي هذه ياهل سفيه غارت على أمها يوم تزوجتك مي خالف باكر تعود عليك شوي شوي صدقني ما حبتك وكل شوي تناديك عمي عمي اضطر بس عليها أمينة ما يخالف يا أهل وسفيه بطت راسي شذي شني ذبيحة بالله رحت من شي سهلي أنا شبي فيدني هي ولا أمها ما علي ما علي ما شاء الله عليك أمينة درر درر صح مثل ما قالت أمينة يا أهل صغيرة ما علي يا حبيبي الحين أداويك وأحط لك آيدين الحين آيدين انت حتى دواج قديم دام قمت تقط خلاص عيل ما في كل العافية تصبحون على خير الله يحييك خالتي يت يت شرفت المسعدة أمبي ماكو حساس شنو هذي ما نفتك منها ولا أقول تعالي تعالي انت شنو ما عندك كرامة لا عاد حدك انت وياها هذه هم شنتي حالها من حال بنتك هم هي شنتي ومرت عبود لا والله عاد انا ما راح اسكت بتسكتين قصبا عليك لان هذا البيت بيتي وانا حره واسوي فيه اللي ابي واذا مو عاجبك يلا انت وامك فوق ولا تدرين يلا لا برا 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 يلا تطريني ايه اطرد اللي ما يحترمني ولا يحترم بيتي خلاص خالتي هدي انا عذرتهم ايه عذرتهم مو انتي وخواتك متعودين تتزوجون ريال متزوجين لا وتبقونه من حريمهم بعد لا عاد احترمي نفسك ولزمي حدودك لما نسوي شيء غلط تالي تحت شيء حصة زوجة عبود عبود انت ريلي انا انت ريل ميمونة انت شفيتش 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 ملكوفة ريلي وكيفي خلاص اوكي عبود زوج ميمونة وعبود زوج حصة حمود وين حمود يمه بالمستشفى كم يوم ويطلع اوكي حصه يمه
روحي دارك ارتاحي روحي. ان شاء الله خالتي. لا انا وديها. عبود لا تروح عبود. يلا روحي زين. عبود انا ميمونه زوجتك عبود. عبود يدودي.